جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: بعض الناس يقول لا يجوز للمرأة تغطية وجهها في الحج والعمرة، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح، لا، المرأة تغطي وجهها عن الرجال سواء كانت حاجة أو معتمرة أو غير حاجة ولا معتمرة، تغطي وجهها عن الرجال بكل حال لأن وجهها عورة، ولكن إذا كانت محرمة فإنها لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع وهو مخيط للوجه خاصة، أما أن تغطيه بثوبها أو بالخمار غير مخصص للوجه فهذا واجب عليها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فتغطية المرأة لوجهها عن الرجال غير المحارم أمر واجب في حالة الإحرام وفي غيره، إلا أنها في حالة الإحرام لا تغطي بما خيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب، وكذلك لا تلبس القفازين على الكفين وهما ما خيط للكفين أو نسج للكفين، لا تلبسه وهي محرمة، وإنما تغطي كفيها بثوبها عن الرجال غير المحارم. أما أن يقال أن المحرمة تكشف وجهها ولا تغطيه عن الرجال فهذا غلط. نعم.